كلنا كأمهات وآباء نتمنى يكونوا أولادنا أحسن الناس. أسلوب القصص، هذا الأسلوب محبب جداً للكبار والصغار. كافئ السلوك الإيجابي، فالأطفال مثل الكبار شخصياتهم تختلف عن بعض. جملة من أحد الآباء استفزتني وخلتني أتدخل دون سابق إنذار. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. جربي كل شيء حتى تعثري على ما يريح الطفل ويريحك. الحجاب فريضة مثلها مثل كل العبادات. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نور الدنيا يأتيكم في الأوقات التالية.